جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أراد أن يصلي الإنسان لسبب من الأسباب كتحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو ما أشبه ذلك، شيخ صالح، هل لكم من توجيه يحفظكم الله؟ ذوات الأسباب فيها خلاف، هل تفعل في أوقات النهي؟ نعم، لأنها تبع لأسبابها. طيب، متى وجدت أسبابها فإنها تصلى في أي وقت. من العلماء من يرى ذلك، طيب، كشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من المحققين، مثل تحية المسجد، مثل ركعتي الطواف، نعم، ومثل ركعتي الوضوء، مثل صلاة الكسوف، كسوف الشمس. نعم نعم، وهذه ذوات أسباب، يرون أنها تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. ومن العلماء من يرى منع هذه الصلوات مطلقة، لا ذوات الأسباب ولا غيرها، في أوقات النهي. نعم، والصحيح، نعم، أو الراجح والله أعلم، القول الأول أن ذوات الأسباب تفعل ما شاء الله عند وجود أسبابها. ما شاء الله. نعم، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.